أولية قومي يا أولية، أنا جعان. قومي شوف لك أي حاجة تاكلها، تصرف. أنا مش قادرة أفلت جدتي، طول النهار بلف على كوب رجلي بدور على شغل. دي في سفرة جدتي بقى. يا أولية قومي في عزي، ولا دور لي على أي حاجة؟ وأنت بنت أمك الفقر ده، في حاجة عشان الواحد يدفعها؟ يا أخويا ما أنا آخر فلوس معايا كانوا 20 جنيه، اديتهم لبنتك تدفعهم للمجموعة. ومستنية ليه يا أختي من غير فلوس؟ والبهوات اللي أنت كنت شغال عندهم كرشوك ليه من غير ما أديك فلوس؟ ده الواحد اللي شغال في الحكومة بياخد مكافأة نهاية الخدمة. روح اتخانق معاهم وخد فلوس يلا. يا اخويا بأي عين اروح للناس اقول لهم ادوني فلوس بعد عملت بنتك السودا معاهم؟ بنتي دي مش بنتي، دي بنت حرام كوشت على القرشينات وطفشت. ما تقولش بقى ليا اب، ليا ام، ليا اخوات لهم نصيب في شويه الفتافيت اللي بيقعوا من القرصه. من بكره البيت يبقى فيه اكل وشرب ومصاريف، تطلعي تنزلي تتنططي ان شاء الله حتى تشتغلي رقاصه. اوف يا اخويا يا اخويا ايه النكد يا ابو نجوى؟ يا اخويا انا بقالي 25 سنه بشتغل، عمري ما خليت البيت ده محتاج حاجه، ما كانش حاجه، الظروف اتغيرت. انت يا اخويا خد بعضك وانزل شوف لك اي شغلانه، بلاش بلاش، حط ايدك في ايدي ونبيع اي حاجه سوا. انت بتعيريني يا وليه يا زباله انت. لا. انت بتشتغلي علشان تاكلي وتاكلي عيالك، انت بتشغليني؟ خدت انا ايه من ورا شغلي؟ خدت انا ايه من وراك غير الهم والغم؟ احمدوا ربنا ان انا لسه عايش في وسطيكم. واحده غيرك كنت طفشت من بيتها بسبب بوزها الفار ده. السلام عليكم. مش بس توية مش عارفة اتفرج على المسرحية. هببت ايه؟ فايه يا اخوي؟ فايه؟ انت هتستلوحي في الشغل اللي انت نزلت تدور عليه. محدش راضي يشغل، هعمل ايه؟ كلهم عايزين بنات صغيرة. انا ما ينفعنيش النظام ده ببوزك الفقر. اتصرفي وشوفي لنا قرشينات. جاتك داهية وانت ما عادش فيك الرمق. الله يلعنها بأيامك النشفة. وشربت حجرين عالشيشة 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 مع كوكو السبع وريشة. وريشة وريشة. وانا نكد. وشربت حجرين عالشيشة عالشيشة. الو. ايوه يا بابا. يا بنت يا نجوان. ماما فين؟ راحت شغلها الجديد. امال انا بكلمها تليفونها مقفول طول الوقت ليه؟ ما هي باعت الموبايل بتاعها عشان تاكل وتاكل اخواتك. بتشتغل في مستشفى ب 350 جنيه في الشهر. بتنظف الحمامات. ما انت نهبت النهيبه بتاعتك لوحدك وسبتينا من غير ما تسالي فينا، سبتينا قاعدين متبهدلين. انا جايه. جايه فين اروح امك؟ راجع مصر. جايبة معاك فلوس يا بت؟ لا مش معايا فلوس، انا اتخانقت مع مروان. اتخانقت مع مروان؟ امال جاية ليه؟ انا بقولك ما معيش فلوس، اخر قرش معايا دفعته في تذكرة الطيارة. ده انا حتى ما معيش فلوس عشان اجي من المطار لعندكم. امال عايزين اعمل لروح امك ايه؟ اجي المطار اجيبك بتاكسي ولا ايه؟ ليه؟ فاكرة نفسك راجع من العمرة شايلة ومحملة؟ بقولك ايه، روح امك معاك فلوس تيجي اهل الوسائل، معكيش فلوس ما توريناش وشي، ما تجيش هنا خالص. يعني يا وليه مش قادرة تسلبي طولك لحد آخر اليوم؟ بدل ما تستموتي فيها والضياع علينا اليومية، نصرف منين إحنا دلوقتي؟ تعبت يا أخويا، تعبت وما لقيتش، ما درتش بنفسي غير وراسي بتترزع في أرضية المستشفى. كربنا خادك وريحنا منك. هتعمل إيه بقى؟ لسه ليا عمر. وانت جالك فلوس؟ فلوس؟ فلوس منين يا حسرة؟ اصل شايفك شاري حشيش. شكك شكك يا اللي تنشك في نواضري، مستموتة ومفنجلة عينيك قد كده، مستموتة وبتعد عليها الانفاس كالك قطر. هو الدكتور نادر كان عايزني في حاجة؟
دكتور نادر؟ مالنا احنا ومال الدكتور نادر؟ وهيعوزك في ايه؟ بس انا شايفاه وهو نازل من عندنا. دكتور نادر؟ احنا مالنا ومال الدكتور نادر؟ الله، وايه اللي هيجيبه عندنا؟ انا ما شفتوش من ساعة ما بنتك طفشت مع الواد الزبالة. انا شايفاه بعناية الاتنين. الهي تمتص في عينيك الاتنين. عندها فشل كلوي بنسبة عالية جدا، وهتحتاج لجلستين غسيل في الاسبوع. وهتعرف تشتغل تاني؟ ده الامر ده يتوقف على طبيعة الشغل نفسه. لو في شغلانة ما تحتاجش مجهود كبير وتبقى قاعدة مفيش مشكلة. ليه؟ هي هتشتغل مذيعة؟ وجلسة العلاج دي بقى تتكلف كام؟ الجلسة دي تتكلف حوالي 350 جنيه. يا نهار اسود، يعني 700 جنيه في الاسبوع، يعني 2500 جنيه في الشهر. ليه؟ هي دخلت لنا كام 2500 جنيه في حياتها؟ طب ما ينفعش علاج على نفقة الدولة. قررت العلاج على نفقة الدولة واقفة دلوقتي، ما بتطلعش. ما بتطلعش؟ كتر خيرك يا دكتور، خليها لكم، ما تلزمناش. سلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله هتبقى زي الفل. الف سلام عليك يا امي، تؤمنا بالسلامه ان شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبتي نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ ابله هاجر، ربنا يخلينا ابله هاجر. خلصت لك الجواب على نفقه الدوله، وانا الصبح ان شاء الله خلصت لك امضه الوزير. طب ما بدل ما انتوا تعبين نفسكم كده وعاملين ان انتوا جبتوا التايهه، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش، ولا شافت لها شغلانه وهي قاعده، بدل ما هي مزروعه كده وعماله تقول عايزه ادفع عايزه ادفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجه انتصار، انا اعرف دكتور في الوزاره وهخليه ان شاء الله يخلص لك الورق بسرعه، وتقومي بالف سلامه ان شاء الله. ما تبطلي نواح بقى يا وليه، بواصلي دماغي المتكلفه كانت تداهيه وانت بوز فقر. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا ايه؟ ايه ده؟ انت جايبالي معارف الدول عشان يمدوا ايدهم عليا يا بوز الفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجه انتصار، هنبقى نجيلك بعدين، وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقول لك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى قتلها طفح معاك تطفحه. اوعي يا بنت. خلاص يا سوكا، انت لولا قد جدي كنت بصيت لك ودانك يا جدع. خلاص يا سوكا عشان خاطري. يلا بينا. يلا والله لولا قعده الحشيش لا احترامها لا كنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السعيله الحشيش. دي يا ابني لا يسترك. مناديل مناديل يا ابني لا يسترك. مناديل يا ابني. حيوان لا يسترك. ايوه ايه ده؟ ايه اللي رجعك بدري يا وليه انت؟ فلوسك اهي اشبع بيها. ايه ده؟ ايه ده وليه خرفانة انت؟ خد اشبع بقى. يخرب بيتك، حد يعمل كده في نعمة ربنا؟ مش كفاية مش كفاية قرايبك الزبالة اللي جم ضربوني وسرقوني وعوروني؟ الله يقطعك، هو انت ربنا هيعمل فيك ايه اكتر من اللي عامله ده؟ شوفي يا اخت مين، مش شايفاني بلم النعمة؟ قومي فزي. مالك مالك يا حبيبي؟ انا جاي اطمن عليك اشوفك عايزه حاجه. مالك فيك ايه؟ اقول لك ايه بس ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله. تعالي على مهلك. ودي مين دي الاخرى؟ دي اللي جايه تكمل تلطيش فيا؟ وانا خلاص بقيت الهفيه اللي في البيت ده ولا ايه؟ قوى يمزع ضلوعك. بقول لك ايه، ما تقومي تنزلي وتسرحي شويه، هات لنا خمسينيه ولا حاجه، خرمان وعايزه اجيب دخان. مش قادره والله يا ابنك واحد كده شد عليا وضهري بيتقطع. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها مش قادره، انا قلت تنزلي يبقى تقومي تنزلي. بكره لما انزل اغسل وانا راجع هجيب لك معايا فلوس. حاضر. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها بكره، انت باين عليك مره عاصيه،
حط في دماغك فردة جزمة قديمة، وأما أقول تنزلي يبقى تنزلي. حرام عليك، أنا تعبانة والله العظيم تعبانة. حرمت عليك يا عشك. يلا يلا يا أختي انزلي واسرحي وهات فلوس. يلا. يا منجوان فوق، يا منجوان فوق، يا منجوان الولية مش عارفة تنفس. اقبالي ساعات.